من قلب سوريا، من دمشق أقدم وأعظم مدن التاريخ، من المدينة التي واجهت كل طامع في هذا العالم فما نال منها ولا من قوتها ولن ينال من عزيمتها، من المدينة التي ما سلمت من طعنات الغدر والمكيدة، فطعنة من غريب وأخرى بيد قريب. أحدثكم من الوطن الذي فتح يديه أمام كل إنسان يحتاج هاتين اليدين، أمام كل لاجئ، أمام كل مقاوم، أمام كل شريف. أحدثكم من الوطن الذي ما أوقفت عزم أبنائه همجية المغول ولا ترسانة الفرنسي، وما غيرت مسار سياساته مناورات الصهيوني والتهديد والترغيب الأمريكي. أحدثكم من الوطن الذي ملئ جراحا بيد الغدر والخيانة، بيد عصابات لا تعرف من الدين سوى الإساءة إليه. هنا سوريا، هنا الفخر والعز والمجد، هنا لا صوت يعلو فوق صوت القلوب التي هتفت بروح من مات فداءها، من ضحى بأغلى ما يملك لكي لا يصبح وطنه سبيا بيد الجهل والرجعية. وبرغم جراحنا لن ننسى جرحنا الأكبر، فلسطين بأقصاها وكنائسها، بالأجساد التي بذلت لأجلها. فالعدو الحقيقي هناك، أما أدواته فهي هنا. أحدثكم من منبركم، من صوتكم، من جرحكم، من أحلامكم وآمالكم. هنا سوريا. وخير ما نبدأ به الطريق كلمة مباركة لسماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسون، مفتي الجمهورية العربية السورية. بسم الله خالقنا جميعا، بسم الله الذي خلقنا في سوريا. يا شباب سوريا، يا أبناء سوريا، يا من تقولون للعالم هنا سوريا، اعرفوا قيمة بلدكم وأرضكم. هذه الأرض المباركة المقدسة التي سلمنا إياها أجدادنا حضارة وثقافة وإيمانا وقيما وحبا وسموا، وأرادها أعداؤنا مذاهب وطائفية وجماعات وعرقية. إن أجدادنا انتبهوا إلى هذه المكائد والتي صاغها أعداؤنا، أعداء سوريا، ليمزقوا شعبها ويضيعوا أهلها. فتعالوا وأنتم تطلون اليوم على العالم لتقولوا هنا سوريا، قولوا لهم تعالوا إلى سوريا لتروا شبابها يحملون تراث الآباء والأجداد عزا وكرامة، حبا وسموا، وحدة وتكاملا. تنوعت أطيافهم ولكن توحدت أرواحهم، تنوعت أشكالهم ولكن توحدت أفكارهم وقيمهم، تنوعت أسماؤهم ومساجدهم وكنائسهم ولكن توحدوا في خالقهم. فخالقهم واحد، ووطنهم واحد، وقبلتهم واحدة، وإنسانهم في الكون واحد. هذه سوريا التي تصوغ أبناءها ليحملوا رسالة الحضارة الإيمانية والإنسانية لكل العالم. أهنئكم أيها الشباب الذين تطلون اليوم على العالم من قناتكم الصغيرة، لا تعتبروها صغيرة إن كنتم أصحاب رسالة، ومهما كانت قناتكم كبيرة وليس لها رسالة فهي صغيرة. فرسالتكم أن تنشروا الحب والخير والصورة الحقيقية لشعب سوريا، أبناء سوريا الذين حملوا للعالم حضارة وقيما منذ آلاف السنين. كنا نحمل الحضارة، كنا من غزة إلى إنطاكية، ومن البحر إلى معان، كنا دولة واحدة، كنا أمة واحدة، كنا رسالة واحدة. فلتكونوا أيها الشباب أصحاب حملة هذه الرسالة، ولتكونوا من تقول للعالم إن الله اختار أرضنا وبلدنا لنحمل منه نور المسيحية للعالم وصفاء الإسلام للكون. فهل اختار الله بلادكم؟ إنه اختار بلاد الشام التي دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. شكرا لكم، شكرا لجهدكم، وفقتم، سدد الله خطاكم، تطلون دائما بخير، تنشرون في العالم الحب والسلام والأمن والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله.
أنتم تشاهدون البث التجريبي لتلفزيون هنا سوريا. بكم مشاهدين في النشرة المسائية من هنا سوريا، وفيها في العناوين: الأسد، سوريا لم ترضخ يوما للتهديد، وأي تحرك دبلوماسي دون تحقيق الاستقرار والتخلص من الإرهابيين سيكون مجرد وهم. قتلى وجرحى في اقتتال بين تنظيم داعش وميليشيا الجيش الحر في عزاز، واللاجئون السوريون من الوطن إلى جحيم الغرباء. عبر الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز الأمريكية عن التزام سوريا بخطة تدمير السلاح الكيميائي، مؤكدا أن الأمر هو قناعة سورية بأن يكون الشرق الأوسط خاليا من جميع أسلحة الدمار الشامل. إذا عدت إلى ما قبل 10 سنوات، عندما كانت سوريا عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2003، قدمنا مقترحا للأمم المتحدة يقضي بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية تماما من أسلحة الدمار الشامل، وحين ذاك الولايات المتحدة هي التي عارضت ذلك المقترح، وبالتالي فإن لدينا القناعة بأن نرى منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، لأن هذه المنطقة متقلبة للغاية وهي دائما على حافة الفوضى والحروب. هناك سوء فهم مفاده أننا وافقنا على هذه الاتفاقية بسبب التهديدات الأمريكية. في الواقع إذا عدت إلى الوراء قبل انعقاد مؤتمر مجموعة 20 وقبل المبادرة الروسية، ترى بأن التهديد الأمريكي لم يكن يتعلق بتسليم الترسانة الكيميائية، بل كان بمهاجمة سوريا لمنعها من استخدام ترسانتها مرة أخرى. إذن الأمر لا يتعلق بالتهديد، سوريا لم ترضخ يوما للتهديد. في الواقع لقد استجبنا للمبادرة الروسية ولحاجاتنا وقناعاتنا، وهكذا فسواء لجأوا إلى الفصل السابع أم لم يلجأوا فهذه تحركات سياسية بين الدول العظمى. وأضاف الرئيس الأسد عند سؤاله حول احتمال إصدار قرار من الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع يسمح لجهات باستعمال القوة إذا لم تلتزم سوريا بالاتفاق. ترى بأن التهديد الأمريكي لم يكن يتعلق بتسليم الترسانة الكيميائية، بل كان بمهاجمة سوريا لمنعها من استخدام ترسانتها مرة أخرى. وفي معرض سؤاله عن التحركات الدبلوماسية للتوجه نحو السلام في سوريا، قال الرئيس السوري أن أي تحرك دبلوماسي دون تحقيق الاستقرار والتخلص من الإرهابيين سيكون مجرد وهم، ولهذا فإن أي تحرك دبلوماسي ينبغي أن يبدأ بوقف تدفق الإرهابيين ووقف الدعم اللوجستي لأولئك الإرهابيين ودعمهم بالمال والسلاح، ومن ثم لدينا خطة كاملة يمكن بموجبها للسوريين أن يجلسوا إلى الطاولة ويناقشوا مستقبل سوريا والنظام السياسي والدستور وكل شيء. ويمكنكم متابعة النص الكامل للمقابلة في موقعنا على الإنترنت. مقتل 12 مسلحا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، إضافة إلى 5 قتلوا و100 من مسلحي ميليشيا الجيش الحر احتجزوا من قبل التنظيم، حيث نفذ هجوم على بلدة عزاز شمالي حلب. تتعدد الأسماء والمسميات التي تتخذها الميليشيات المسلحة والمجموعات المقاتلة على الأرض السورية كألقاب للتعريف بها والتمييز فيما بينها، وتتفق هذه المجموعات على اختلاف مرجعياتها وتنوعها، سواء المتشددة منها والأقل تشددا على قتال الحكومة السورية والسعي لإضعافها. ولكن اليوم إشارة استفهام كثيرة بدأت تظهر مع ارتفاع شدة التوتر وتصاعد حدة الخلافات بين تنظيم جبهة النصرة وميليشيا الجيش الحر، خصوصا في الآونة الأخيرة. خرجت هذه الخلافات والإشكالات التي تحصل ما بين ما يفترض
أن يكونوا رفاق سلاح إلى العلن بوتيرة أكبر مما كانت عليه منذ فترة مضت، على الرغم من تدخل جهات سياسية عدة في المعارضة السورية. هذه الخلافات التي تحصل أصبحت تصل إلى حد الاقتتال الواسع بين المجموعات المسلحة، ويذهب نتيجتها العشرات من مقاتلي الطرفين بين قتيل وجريح، والتي أخذت عدة مرات طبيعة عمليات اغتيال منظمة خاصة من قبل جبهة النصرة. البداية كانت حين حاولت الجبهة اغتيال رياض الأسعد الذي تم إقصاؤه من قيادة ميليشيا الجيش الحر، وتوالت الأحداث حيث حصلت انشقاقات من مجموعات كانت تقاتل باسم ميليشيا الجيش الحر، والتي دخلت لاحقا في تنظيم جبهة النصرة بعدما أغرتهم الجبهة بشعارات دينية، كما ظهرت الكثير من الخلافات في القصير أيضا، وامتدت نحو بقية المناطق التي تتواجد فيها الجماعات المسلحة كافة. معلومات عدة تفيد بأن أسباب الخلافات الحالية تغيرت بعد ازدياد نفوذ تنظيم جبهة النصرة على حساب ميليشيا الجيش الحر، وخاصة في الشمال السوري، حيث أصبحت ميليشيا الحر تجد في تنظيم النصرة تهديدا حقيقيا لوجودها في ظل مطامع الطرفين في السلطة، على عكس ما كان يدعيانه من سعي إلى ديمقراطية وحرية. آخر المعارك بين الطرفين كانت بالأمس، حيث قتل 5 على الأقل، واحتجز نحو 100 شخص آخر من مقاتلي ميليشيا الحر على يد جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلدة عزاز السورية قرب الحدود مع تركيا. خلافات وإشكالات وصراع دموي أصبح يعكس في طياته الخلاف السعودي القطري، ويشكل الآن هاجسا يؤرق المعارضة السورية المؤمنة بحمل السلاح، على اعتبار أن هذا الصراع يستنزف ما تعتقده تلك المعارضة قوتها على الأرض في معركتها مع القيادة السورية. سقط اليوم 9 مدنيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة ركاب على طريق حمص مصياف، وأسفر انفجار عن إصابات وأضرار مادية، فيما ذكر مراسلنا أن قذيفة صاروخية سقطت على حافلة ركاب بين قريتي أكراد الداسنية والحيصة، ما أدى إلى سقوط السائق وإصابة جميع ركاب الجروح. كما ضبطت القوى الأمنية السورية اليوم في منطقة بستان السمك باللاذقية مستودعا عائدا لميليشيا الجيش الحر يحوي معدات زراعة عبوات ناسفة وأجهزة تحكم وأدوات طبية مسروقة. أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أن روسيا قد تسلم إلى مجلس الأمن السوري أدلة تشير استخدام المعارضة السورية للسلاح الكيميائي، وأضاف بوغدانوف أن الجانب الروسي لا يستبعد القيام بزيارات جديدة إلى دمشق أو ذهاب ممثلين من سوريا إلى موسكو من أجل التشاور مع الحكومة السورية بشأن مختلف قضايا الملف السوري، مع التركيز على ضرورة إطلاق عملية التسوية السياسية وحل القضايا الإنسانية. من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده مستعدة للمشاركة في العمل على نقل وإتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، فيما صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف في وقت سابق أن الحكومة السورية لا تعارض مشاركة روسيا في ضمان أمن المناطق السورية التي ستجري فيها عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن الجانب السوري ينطلق من ضرورة حل مسألة تدمير السلاح الكيميائي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أكدت مصادر في الأمم المتحدة أنه تم شطب كل ما يشير إلى توجيه عقوبات أو اللجوء إلى استخدام القوة ضد سوريا في مسودة القرار حول الكيمياء السوري، وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية، علما أن الاجتماعات التشاورية ستستمر حتى التوصل إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف، وأن التصويت على مسودة القرار سيتم نهاية الأسبوع الجاري. صرحت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن وزارة الدفاع الأمريكية وضعت خطة لتدريب قوات المعارضة المعتدلة في سوريا حسب زعمها، وذكرت أن التدريب سيجري في بلد مجاور لسوريا، فيما أشارت دراسة بريطانية صدرت مؤخرا إلى أن أكثر من نصف مقاتلي المعارضة
هم إسلاميون متشددون. شهدت الحدود السورية عودة كثيفة للاجئين السوريين من دول الجوار بعد أن وضعوا تحت ظروف حياتية مريرة. من تحت الدلف إلى تحت المزراب، لعله المثل الأكثر ملائمة للظروف التي مر بها اللاجئون السوريون، بدءا من تركهم الديار خوفا من تصاعد حدة العنف، وصولا إلى واقع مرير يمس الكرامة في كثير من الأحيان. نزحوا من جحيم الحرب ليجدوا جحيما لا يقل عن سابقه مرارة، وهو جحيم اللجوء، بل وصفه الكثير ممن وقع في فخ المغريات والوعود الكاذبة أنه أكثر مرارة وأشد قسوة. مخيمات فتحت ومساعدات سرقت، صعوبات وإشكالات تعددت لتصل حد المنع من العودة إلى حضن الوطن السوري بعد أن تذوق أولئك اللاجئون مرارة الذل في بلاد الجوار. مخيم الزعتري في الأردن ثاني أكبر المخيمات التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، والذي يخلو من أبسط الخدمات الإنسانية وأهمها، خاصة مياه الشرب والكهرباء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها هذه المنطقة المقفرة. أما في تركيا القلقة بشأن انتقال النزاع إلى أراضيها، فتتضارب المعلومات حول العدد الحقيقي للاجئين السوريين المتواجدين في مخيماتها، علما أن هذه المخيمات شهدت فضائح كبيرة بعد تعرض نساء وفتيات سوريات للتحرش الجنسي من قبل الأتراك. تختلف الخارطة الجغرافية بين دول الجوار، وتبقى معاناة اللاجئين السوريين واحدة. حتى لبنان تشتكي بعض أطيافه السياسية المعارضة للحكومة السورية من تواجد 200,000 سوري، فيما لو عاد الزمن للوراء لشهدت الكثير من بيوت السوريين على استضافة عائلات لبنانية بأكملها هاربة من شبح الحرب. هذا كل شيء حتى الساعة. يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل والأخبار على موقعنا الإلكتروني syriaizhir.com. شكرا لكم.